إبراهيم الجمعة الحسن، رأيت أني قتلت فرخ حية بطول شبر، وعند تقلبه بعد ضربتي أدعو الناس. رأيت شكله الغريب يأتي شخص قصير. شو يا إبراهيم؟ يا إبراهيم، رأيت أني قتلت فرخ حية. طيب، فرخ حية يعني عدو ضعيف بطول شبر، وعند تقلبه بعد ضربتي أدعو الناس. رأيت شكله الغريب يأتي شخص قصير ويحملها ويضعها. والله يا أخوي، حتى الأحلام الثانية جات. هو مجرد أنك أنت قتلت عدو صغير، معناتها الشخص كان يبدأ يتولد عند الكره أو الحقد، أنت من البداية وقفت عند حده وفهمته شو طريقة التعامل معه. طب، في عندي يا جماعة الخير شغلة، طبعا بالنسبة لبقية الحلم راح، ولكن حسب ما أعتقد أن الشخص هذا بعد ما كان عدو لك راح يصير يمدح فيك ويتكلم عنك بكلام الحسن أمام